راديو بلس بلس كون راديو. يعاب على السيدة منيب بأنها دائما تضرب بالحجر في كل اتجاهات، كتضرب الأحزاب كاملة، ما عندكش يعني مشكل، نعلم بأن الخلافات يعني من ناحية المرجعية بين اليسار وبين الحزب العدالة الوطنية هي مفهومة، لكن أن يتم الهجوم على أحزاب أخرى، كيف يعني ترى يعني هذه المسألة ديال أنه الكل يشتكي من الدكتورة منيب التي يعني كتشير كما يقولوا الحجر على كل شيء، على الأحزاب اليسارية وحتى على الحزب الذي يعني فاز بالحكومة السابقة. هذا الشيء خطأ. نبيلة منيب وضمن هي ضمن يعني المرشحين ديال فيدرالية اليسار الديمقراطي، يعني ماشي الحجر، يقولون كلمة الحق بأن هذه البلاد 60 عام وهي منهوبة وهي كتسنى في قاعة الانتظار ديال الديمقراطية، وأن فئات واسعة من هذه البلاد ما وصلهاش حقها في التنمية من تعاقب يعني واحد العدد ديال الأحزاب على الحكومات المتتالية. بالعكس، حنا ما كنقصفوش الأشخاص، حنا كنحترموا الجميع، ولكن كنقصفوا واحد المؤسسات اللي حزبية اللي هي في الحقيقة المشاريع ديالها ضد الشعب المغربي، وكنحاولوا وهذا دورنا أننا نأطروا المواطنات والمواطنين ونوعيهم. حنا ما كنضربوش بالحجر، حنا يمكن لا تعتبروا الكلام ديالنا ديال الحق كيقصحهم بحال الحجر، مزيان إذا عندهم واحد الضمير راهم كيسمعوا. راديو بلس بلس كون راديو.